على ما يبدو هناك حظ عاثر وبتوقيت جدا نحس واجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ممكن يرسم ملامح مبكرة لمخرجات الزيارة إلى واشنطن. هذا الحظ وبهذا التوقيت بالذات ما يتمنى أي رئيس وزراء بالعالم، ومحتمل جدا ما راح ينتهي لحين إنهاء مشوار الرجل سياسيا أو على الأقل إخضاعه. هيك يشوفه هواي ناس، مثل ما شاهدنا يوم 15/4 من هذا الأسبوع، جاء اليوم المرتقب اللي انتظره رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على أحر من الجمر، هو الزيارة المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث مع أصحاب القرار هناك. على رأس جدول الزيارة اللي تستمر 5 أيام الشراكة الأمريكية العراقية أمنياً اقتصادياً إقليمياً، وكذلك الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي. التوقيت النحس اللي نقصده كان قبل يوم واحد فقط من الزيارة المقررة، وهو يوم 14 من هذا الشهر اللي قررت فيه إيران تنفيذ عملية أطلقت عليها اسم الوعد الصادق، عبر قصف أراضي الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 300 صاروخ ومسيرة مثل ما جميع العالم شاف. رغم أن السوداني تمكن للتو من مسك العصا من المنتصف واحتواء تهديدات الفصائل وحتى التهدئة الإيرانية اللي وجه بيها قاآني بزيارة سرية للعراق سابقاً جميعنا نتذكرها، إلا أنه مقتل قادة الحرس الثوري الإيراني وبدمشق سبب اختلال بالتوازن اللي كان يبحث عنه السوداني لترطيب الأجواء مع واشنطن، وهذا يعني طموحات السوداني نفسه في خطر. كل هذا يجري وسط تحوط سياسي بالداخل العراقي. نعم الكرد هدأوا لعب وتراجعوا عن التصعيد احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية بعد لقاء نيجيرفان بارزاني ببلينكن ورسالة الدعم الأمريكي الصريحة والواضحة لكردستان إنه هذولا يا جماعة جماعتنا لا تندقون بيهم، لكن هذا ما يخفي التوجس الكردي والحذر والترقب من بغداد. بنفس الوقت أكو ترصد صدري وأكو خارطة طريق مرتقبة لما أطلق عليه التيار الوطني الشيعي المنافس الشرس للإطار التنسيقي، وربما أكو إعادة تموضع لمن فقد كرسي البرلمان وهو رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي. كل هذه المتغيرات ومع ما يجري من توترات إقليمية وصراعات بينية بين المتحالفين نفسهم قبل المتخاصمين تخلينا بأشد الحاجة لقراءات تفرز الواقع جيداً وسط خلط عجيب ومتعمد أحياناً لكل شيء في العراق وعلى رأسه الخلط السياسي. مرحبا بكم بحلقة جديدة من الماريونيت. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من بغداد الباحث بالشأن السياسي حيدر الموسوي والدكتور مناف الموسي وأيضا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وأيضا مع الخبير الأمني والعسكري مخلد حازم. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ مع أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، على ما يبدو هذه الزيارة البعض شافها هي مو فقط للتباحث الطبيعي بين أي بلدين، ما أريد أقول نظير جدا للعراق، يعني واشنطن معروف ثقلها بالمنطقة، لكن أكو من لمس شيء من التوصيات المرتقبة، توصيات أمريكية، أكو من لمس شيء من التحذيرات مما بعد هذه الزيارة. إيش تتوقع تكون مخرجاتها؟ صافية جدا للعراقيين مثل ما كانت منتظرة؟ لو أكو محاذير منها باعتبار حاليا الوضع العراقي والوضع الإقليمي هو على أحر من الجمر، خصوصا بعد القصف الإيراني لأراضي الاحتلال. شكرا جزيلا، تحية لك ولا ضيوفك الكرام. الزيارة أتت في ظروف صعبة جدا، وبطبيعة الحال أن كل رؤساء الحكومات يعني ما بعد 9 نيسان التقوا، يعني ذهبوا لزيارة واشنطن والتقوا بأصحاب القرار هناك، يعني هذا يعتبر ضمن العرف الدارج في الحياة السياسية العراقية. هذه المرة مختلفة لما يجري من أحداث في المنطقة، لا أتحدث عن ما حدث يعني فيما يخص قضية الرد الإيراني على إسرائيل،
بقدر ما أن الظروف كلها متوترة في المنطقة بسبب أحداث غزة، وهذه بحد ذاتها يعني تقوض أي جهد بصراحة يعني في المصالح العراقية في المنطقة وعلاقتها بواشنطن. لكن على الأقل السيد السوداني هذه المرة زيارته قد تكون مختلفة عن بقية رؤساء الحكومات، باعتبار أن لو تلاحظ أن من يعني ترأست أجندة هذه الزيارة هي الجنبة الاقتصادية وجنبة الطاقة. حتى شكل الوفد كان أغلبية الموجودين هم رجال أعمال مهتمين بالطاقة وبالاقتصاد، يعني لا يوجد هذا شيء جيد. لكن بايدن على ما يبدو استثمر وجود السوداني، وذكر الرجل كان قاعد رجل على رجل، وذكر السوداني بغمزة معينة بأنه إحنا ملتزمين بحماية أمن إسرائيل، والقضية ما لها علاقة، أنا عراقي جاي عليكم وعدي مباحثات. نعم ناقشوا وياي اتفاقية الإطار الاستراتيجي، نعم جلس الرجل مع الأمن القومي، وحتى تقول أخبار السي آي إيه شو اللي علاقة بإسرائيل؟ هاي شنو هاي شو يريد يقول بايدن للسوداني؟ ليش الإحراج يعني؟ يعني هذا يعني في محاولة إرسال رسالة إلى العراق، باعتبار أن العراق فيه أيضا يعني وجودات معينة رافضة للمصالح الأمريكية الموجودة وتستهدف هذه المصالح، باعتبار أنها تدعم الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشكل مباشر في الدعم الإسرائيلي في قضية غزة واستهداف الأطفال والأبرياء. بالتالي من الطبيعي ما حدث في الفترات السابقة، أتحدث يعني في إشارة إلى حادثة استهداف الجنود الأمريكان على الحدود السورية الأردنية لمقتلهم، يعني هذه واحدة من يعني الإرادة يذكر بها السيد بايدن، يذكر بها السيد السوداني. هذه واضحة جدا يعني لدينا. وهي بنفس الوقت تخوف الزيارة. هي التوصيات الجديدة اللي العالم تسولف بها. خلي أشوف رأي دكتور مناف. دكتور مناف مرحبا بك مرة أخرى. رغم اللي دا يصير ورغم التوترات بالمنطقة ورغم الحذر والمحاذير والمكابح قدام هذه الزيارة، لكن أكو مخرجات مرتقبة، أكو لقاءات اقتصادية، أكو لقاءات مع شركات عملاقة معروفة بالعراق، أكو سوق استثماري راح ينفتح، أكو ترطيب للأجواء، أكو رئيس وزراء رايح للولايات المتحدة حتى يلزم العصا من المنتصف وسط هذه الهوة من التوترات والحالة الإقليمية. ليش ننظر إلها دائما على أنها مخرجاتها ممكن راح تصير على شكل توصيات وشكل جديد من أشكال الإخضاع؟ السيد العزيز سبلداني، جد الترحيب بك وضيوفك الكرام جميع متابعين قناة الفلوجة. يعني ربما اتفق كثيرا مع ما تحدثت به في مقدمة اللقاء، وهو يعني ربما التوقيت السيء هسه، ما تعرف الزيارة تأخرت أكثر من سنة ونصف، ولو يعني صديقي وزميلي سيد حيدر قال كل رؤساء الوزراء السابقين يعني كأنما عرف، لا عادل عبد المهدي ما راح لأمريكا، يعني ما وجهت له دعوة في تلك الفترة حتى ما يكون الكل يعني أعظمهم. هذه واحدة. الثانية، اليوم أنت تتحدث لي عن إنجاز ورقي، يعني توقيع اتفاقيات وتوقيع شو اسمه. طيب ما هي عمر هذه الحكومة لا يتجاوز الستة أشهر، يعني بعد ستة أشهر أكو انتخابات، غير معروف هل تجدد الولاية للسيد بايدن أم أنه سيأتي ضيف جديد للبيت الأبيض، وبالتالي يعني ما قيمة هذه الاتفاقيات في حال تحولت الإدارة أو تغيرت الإدارة، وبالتالي يحتاج أن يكون هنالك أيضا مجاملة. بس اتفاقية الإطار الاستراتيجي على سبيل المثال هي ما تخضع لبايدن أو تخضع لجمهوري وديمقراطي، تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بها، موجودة حاليا. هي وينها اتفاقية الإطار الاستراتيجي؟ على شنو هاي سالفة؟ على شنو راح لعلي السلاطين؟ هو كل هو شوف يعني هو هنا الخطأ الأكبر. مكتب رئيس الوزراء يعني صرح قبل مغادرة السيد رئيس الوزراء، قال بأن السيد رئيس الوزراء ذاهب للتباحث حول تقليل أو حول انسحاب القوات الأمريكية بشكل واضح. وكانت أيضا هنالك رسائل واضحة من بعض القادة في الفصائل العراقية المرتبطة بالإطار التنسيقي، وقالت يعني رسائل واضحة أنه أي حديث يكون
يعني لا 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 يشمل عملية إخراج القوات الأجنبية أو جدولة إخراج القوات الأمريكية، سوف يعني سوف لن تلتزم الفصائل بمخرجات هذه يعني هذا اللقاء، وسوف تعاود عملية ضربها للتواجدات أو الوجودات الأمريكية في القواعد الموجودة داخل العراق ربما وخارجها. وهذه أيضا يعني كما تفضلت ربما نقطة إحراج ما تحدث به السيد بايدن، يعني بعيدا عن حمايته لل يعني للكيان الصهيوني، واعتقد هذا بإشكالية يعني مسكوت عنها. تعرف احنا لدينا اليوم قانون صوت عليه داخل البرلمان اسمه قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واحدة من فقرات هذا القانون تقول يعني حتى التواصل مع طرف آخر مو كيان الصهيوني لكن داعم ومؤيد للكيان الصهيوني يحمل رغم يعني هذا تصريح بايدن ما مسؤول عنه محمد إشياع السوداني وما يعتمر بأي حالة من الحالات افتراضا. أنا أقول اللقاء إذا سمحت لي اللقاء الفقرة القانونية إذا سمحت لي اللقاء بطرف ثالث يدعم الكيان الصهيوني يضع يعني الشخص الملتقي به تحت منو يعني تقصد تحت الطرف القانون قانون تطبيع التجريم قصدك الامريكان نفسهم اليوم منو الطرف طبعا هو بده الامريكان نفسهم عندنا عندنا بشكل مباشر عندنا اكبر سفاره تقريبا بالشرق الاوسط موجوده عندنا يعني شو تسوي تطلعهم دنحكي عن انا احكي لك على قانون مو انا اللي مسوي الاخوان سووه وصوتوا عليه واتجهوا عليه اقول هذه فقره بالنتيجه هذا تجاوز على قانون موجود ومصوت عليه قانون تجريم التطبيع هذه من جهه. النقطه الثانيه السيد بايدن تحدث ونقلت هذا التصريح قال نحن مسؤولون عن حمايه افرادنا وحمايه شركائنا ومن ضمنهم العراق، وانا اقول يعني عمليه الحمايه كيف تتم؟ من خلال الاتفاقيات الاقتصاديه ام من خلال زياده عدد الجنود المتواجدين في القواعد؟ جميل، وخاصه قضيه الجنود وعدد القوات الامريكيه الموجوده سواء مقاتله او غير مقاتله، هذا شيء جديد استاذ مخلد ارحب بك مره اخرى، هذا شيء جديد يطرح على الساحه. هواي سولف العراق بقضيه تقليل الوجود الامريكي او تحويله من تدريب وفني إلى آخره من قتال إلى ما شفنا شيء على أرض الواقع. هذه الزيارة الأخيرة رح تفصل الحديث عن هذا الكلام، لو بالعكس رح نشوف زيادة ربما بالأعداد، رح نشوف زيادة بالتعاون الأمن العسكري، ممكن ينتقل إلى أشياء أخرى إسرائيل داخلة بالموضوع. أنا من أنا عندي فصائل، تصريحات قادة الفصائل شفناها قبل أيام مبتهجة جدا مثل ما كل العرب ابتهجوا بالقصف الإيراني، يعني أكو شيء كأنما يحذر وسط هذه الزيارة. شو راح تكون انعكاساتها برأيك على العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيوفك ولمشاهدين قناة الفلوجة. يعني علينا أن نوضح أولا أن في عام 2008 وقع العراق مع الجانب الأمريكي اتفاقيتين، اتفاقية سوفا وهي اتفاقية معنية بالأمور الأمنية بحتية يعني، واتفاقية ساف وهي اتفاقية استراتيجية إطارية في جزء منها أمني ويختص بالتعليم والتدريب وال يعني التسليح في بعض الأمور، وفي كثير من بنودها هي اقتصادية علمية التي اليوم يبحث فيها السيد رئيس مجلس الوزراء. حقيقة في عام 2011 عندما يعني انسحب الجانب الأمريكي من العراق، اتفاقية سوفا الأمنية يعني شبه عطلت هذه الاتفاقية، لكن فيها بنود بعض البنود التي هي تبقى مفعلة يعني لكن بدون تنفيذ. في عام 2014 بموجب هذه البنود طلب العراق من الولايات المتحدة أن يساعده في حربه على داعش، لكن أن بما أن هذه الاتفاقية قد انتهت مفعولها وليس لديهم القابلية، لأنه هنا كانت هم موجودين تحت صفة احتلال في 2011 عندما انسحبوا خلاص هذه الصفة انتهت انتفت الحاجة. الآن هم ليسوا بصفة احتلال، مستشارين ومدربين، لكن قصد سؤالي قبل شوية
قصد سؤالي قبل شوية أستاذ مخلد، أكو امتعاض من وجود أجنبي سواء على شكل قوات تحالف أو على شكل مباشر قوات أمريكية بالعراق، أكو امتعاض فصائلي منه، وين يودينا وياه هيك زيارة مع رجل هو قريب من الإطار التنسيقي، القريب أيضا من الفصائل، ايش راح يوصيهم بايدن أمنيا؟ يعني هي المشكلة عسكرية. هي المشكلة عدم فهم التواجد لحد هذه اللحظة، عدم فهم التواجد. يعني علينا أن نفهم أن التواجد الأمريكي ضمن قوات التحالف الدولي هو بطلب عراقي وبموافقة أممية، موجودين أيضا ضمن قوات حلف الناتو الجانب الأمريكي. طيب يعني هنالك اليوم مباحثات ضمن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء هذا التواجد. هذا التواجد لا العراق هو قادر على أن ينهي هذا التواجد، ولا الولايات المتحدة هي قادرة على أن تنهي هذا التواجد. الوحيد القادر هي الأمم المتحدة. أي بما معنى أننا اليوم داخلين في مفاوضات، هذه المفاوضات كم تطول لا نعرف، لأن فيها لكن تصريحات المكتب الإعلامي للسيد رئيس الوزراء تتحدث دائما عن إنهاء أو تحديد التواجد، انت تذكرها تسمعها اكثر من مره، احنا ما محتاجين قوات التحالف، يعني اكيد نحن وزاره الدفاع نحن تقول ما محتاجين، اكيد المشتركه تقول ما محتاجين، الجميع يقول احنا ما محتاجين. هذا التواجد العزيز. سياسي اكثر مما هو امني برايك ما ينحسم بهاي الزياره؟ سيد العزيز نحن نتكلم عن قوات تحالف اكثر من 60 دوله. يعني ليس امريكا فقط، هذه القوات ساعدت القوات العراقية في محاربة عناصر داعش. هي شكلت أصلا ضمن عمليات العزم الصلب في العراق وسوريا. اليوم هذه اللجان هل هي قادرة على أن تكتب تقارير كاملة المعالم ضمن الجهوزية القوات العراقية والقدرة القتالية وإمكانية محاربة عصابات داعش على المستوى المتوسط والبعيد؟ هذا كله سيرفع الأمم المتحدة، وهي من ستقرر أن هنالك انتفاع الحاجة لهذه القوات في العراق من عدمه. بالتالي نحن نسمع حتى قبل سفر السيد رئيس مجلس الوزراء سمعنا أنه سيناقش هذا الموضوع، لكننا متأكدين كنا حسب المعلومات التي لدينا أنه لن يتم فتح هذا الملف، لأن لن يتم فتح هذا، وكأنما أكو نوع من المساومة بهذا الملف. يعني هات وعطي أستاذ حيدر الموسوي. يعني اسمح لي استاذ، بس دقيقه واحده اتفضل. يعني هذا الموضوع نعم تفضل. نعم تفضل. هذا الموضوع قد تم حسمه من خلال زياره وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له الى واشنطن، وقد تم حسم هذا الموضوع، وقد تشكلت اللجنه العسكريه العليا للبحث في هذا الموضوع. اذا لا يوجد وقت لمناقشه هذا الموضوع في الاصل. جيد استاذ حيدر، هو انحسم فعلا هذا الموضوع اللي هو ايضا قابل للجدل والتكرار. يعني انطيني تعاون ووجود امريكي يا عراق، انطيك شراكه حقيقيه، انهي للارتباط الحقيقي مع ايران، أنطيك شراكة أمريكية حقيقية. هيك يتحدثون مع رئيس الوزراء حاليا؟ لا مو بهالطريقة. خليني أعقب شوي عن ما ورد بخصوص قضية يعني جلوس رئيس الوزراء مع رئيس الأمريكي باعتبار أنه طرف مساند لإسرائيل، وحول قانونية هذا الكلام. هذا يعني بأننا إذن يجب أن نمتنع حتى الجلوس مع رؤساء أنظمة عربية ودول خليجية، باعتبار أن لديها بعض منها تمثيل دبلوماسي واضح، وبعض منها لديها يعني معترفة أصلا بالتطبيع مع إسرائيل. لا أعتقد أن الأمور بهذه الطريقة. يعني إذا أردنا أن نقاطع علينا أن نقاطع يعني دول كثيرة في هذه الحالة. نحن نتحدث عن دولة ذات مؤسسات لدينا علاقات ومصالح تربطنا مع هذه الأطراف. اتفاقية الإطار الاستراتيجي موجودة ومصوت عليها من قبل البرلمان العراقي في وقتها، وقد سنت هذه الاتفاقية من أكثر من ملحق بما فيها أيضا ملاحق أخرى ليس فقط الشق العسكري واتفاقية صوف الأمنية، إنما هنالك أيضا ملحق اقتصادي وثقافي. وبالفعل تم طرح هذه الاتفاقية لتعديل صياغة عدد من البنود في لقاء السيد السوداني مع وزير الخارجية بلينكن، أي قبل لقاء رئيس الأمريكي جو بايدن، وتحدث أيضا خلال هذا الاجتماع عن قضية إنهاء مهام تحالف قوات الدولي. جرى الحديث في هذا الموضوع لكن بشكل مختصر، باعتبار أن هنالك لجنة عليا
عسكرية مشكلة من قبل الجانبين، مستمرة الاجتماعات والتواصل. اجتماعات تقريبا ثلاث اجتماعات أساسية ومهمة. وعندما نتحدث بصيغة رسمية، صيغة الدولة تقول إنها مهام يعني قوات التحالف، أي بمعنى ليس الانسحاب. شوف اكو فرق بالمعنى. احنا بنتحدث عن اكو عموميات، لان باعتبار اكو عموميات، ماكو قرار قطعي. استاذ حيدر الموسوي بهذا القرار بهيك قضيه، شوف بس لا لا مو هذا الكلام، يعني من الانسحاب الاولي بزمن السيد المالكي لحد الان. لا بس خلينا نكمل. 2011 انسحب كل الامريكان من العراق. من يتحدث انه رجع لن ينسحب الامريكان من العراق، هذا لا تسمح لي خلنا خدمك. هذا كلام، يعني هذا مجرد كلام، يعني هو يتمنى هذا الكلام. 2011 انسحبوا نهائيا. في عام 2014 من تعرض العراق إلى أحداث داعش وضياع ثلث محافظات العراق، تم تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي من قبل حكومة السيد العبادي. أنا ذاك كان السيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، نحن كنا موجودين في هذه القصة تحديدا، من أجل تشكيل تحالف دولي يدعم العراق باعتبار العراق أنه يعاني من مشكلة السلاح ومشكلة طيران الجو وغيرها، وأنه هنالك تهديد وجودي لاجتياح كل العراق بصراحة. قدم هذا الطلب، اجتمع مجلس الأمن الدولي، تشكل التحالف الدولي فيما بعد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد باراك أوباما، وكانت هنالك عدد من الدول انضمت إلى هذا التحالف، حتى بينها دول عربية موجودة. العديد من القوات تقريبا فيما بعد، يعني بعد سنوات من عملية إكمال التحرير والانتصار على داعش، تقريبا انسحبت من الداخل العراقي. عندما نتحدث عن صيغة الاحتلال، صيغة الاحتلال تعني أن الدولة هي تقول نحن محتلين، كما حدث في 9 نيسان عندما اعترفت فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة احتلال على لسان جورج بوش. هذا هنالك فرق بالمعنيين. بالتالي لو نظرنا إلى تلك القوات، القوات الإسبانية، عدد من القوات كلها غادرت العراق، واخر قوات يوم يعني نهايه هذا الشهر سوف تغادر القوات الدنماركيه نهائيا العراق، واعلنت يوم امس ذلك واغلاق حتى سفارتها الى اخر من الامور. لا توجد لدينا قوات احتلال بمعنى الاحتلال ان لدينا دبابات في الشوارع كما كان يعني سابقا، هذا ما موجود. واحيانا الوصايه وصايه القرن الحالي ما تحتاج هذا الشكل من الاشكال. بس اريد اركز اكثر، اريد اركز اكثر على المخرجات. احنا نتحدث راح ارجع لك عن انهاء مهام. لا بس خليني اعطيني مجال شويه. لا مستحيل، 4 دقائق مو مجال استاذ حيدر. يعني لا بسمح لي، ما يخالف. انهاء مهام يعني انهاء مهام تواجد، وهذا زي. كان يعني هذا فقره موجوده في البرنامج الحكومي للحكومه الحاليه المشكله من قبل ائتلاف اداره الدوله الحاكم من جميع القوى السياسيه والشركاء، سواء على مستوى اطار التنسيقي او القوى السنيه وحتى القوى الكردستانيه. جميل جدا. اكو منغصات سياسيه دكتور مناف الموسوي. الوضع داخل العراق ايضا سياسيا ايضا مو جاهز حيل. اكو تقاطعات بيني، اكو اصدقاء من داخل الاطار التنسيقي للسيد محمد الشيع السوداني، واكو منافسين شرسين له. حتى التيار الصدري حاليا دا يلمح لوجود شيء منافس للاطار التنسيقي. انا اريد اعرف شلون راح تاثر هذه الصراعات البينيه والصراعات التنافسيه على اداء السيد السوداني في وقت هو دا يروح به لواشنطن، اكبر اقوى دوله بالعالم، ووقع معاهم عقود جيده ويفترض الزياره تنجح. اكو من يضع المكابح بوجه هذه الزياره برايك؟ لو هذا تحصيل حاصل، هذا الواقع عندنا. لا يعني هو اولا حتى لان سؤال طويل يحتاج الى تجزئه تفصيل بهذا الاتجاه. اولا يعني من وضع المكابح هم يعني جزء من الاطار التنسيقي، اداره الدوله باركت الزياره، الاكراد باركوا هذه الزياره، جزء من الاطار التنسيقي داعم للسيد السوداني ومبارك لهذه الزياره. يبقى الجزء الاخر، الجزء الرافض للوجود الامريكي. اليوم الاستاذ حيدر يقول تواجد، يعني احنا نوقف يعني العمليات كانما، بل ما نخرج القوات. هذا يعني هذه تفسير تاويل لهذه المشكله، وهذه بالنتيجه هي مشكله داخليه، صراع داخلي داخل الاطار في كتل. يعني اليوم التيار الصدري تتحدث عنه، التيار منسحب
منعزل هسه، ما اقول لك برايه لحد الان تيار الصدري لم يعطي رايه بهذا الاتجاه، اعطى بالخطوط العامه يعني، هو يصف هذه الحكومه حكومه بني العباس، يصف الداعمين لهذه الحكومه بالفاسدين، يرفض التعامل معهم، يرفض التحالف معهم، يعني هذه مانشيتات عريضه يطرحها السيد الصدر والتيار الصدري بشكل عام للاطار التنسيقي ولحكومه المحاصصه اللي موجوده ضمن ما يعني يتحدثون به الاخوان ضمن ائتلاف اداره الدوله. لكن بالنتيجه اليوم المشكله التي يواجهها بالتاكيد السيد السوداني هي مشكله الاطار التنسيقي، وانا ربما تحدثت في اكثر من يعني من لقاء قلت اليوم الصراع هو داخل الاطار. وتعرف يعني يعني خطابات زعماء الاطار التنسيقي كانت واضحه وشديده اللهجه بالنسبه الى السيد السوداني، بان السيد السوداني تم تكليفه بهذه المهمه، وبالتالي الاتفاق في التكليف ان لا يجدد، ان لا يدخل انتخابات قادمه، وان يعني مجموعه من الشروط. تعرف بعض الزعماء كانوا يتحدثون يقولون السيد السوداني هو مدير عام لدى الإطار التنسيقي وينفذ سياسات الإطار، والجميع يعلم أنه السيد السوداني لحد هذه اللحظة ويحضر اجتماعات الإطار التنسيقي يعني كأي فرد من أفراد هذا الإطار، وبالتالي هو يخضع يعني يخضع لكل مخرجات الاجتماعات التي هذا قبل كان يقال، اما حاليا يختلف. اليوم اكو خلافات كلش واضحه طفت على السلطه مع السيد مثلا نور المالكي، ما عاد السوداني مثل الاول. طبعا مو فقط طبعا هذا ما نقول، هذا الخلاف اللي موجود داخل الاطار اليوم واللي انت تفضلت به، اللي ابتدى السيد المالكي حينما قال يعني من يريد ان يجدد إلى ولاية ثانية أو يريد أن يدخل الانتخابات عليه أن ينسحب أو يستقيل من المنصب قبل ستة أشهر. يعني كنقطة هذه أنا أتفق معها كثيرا، حتى لا يتم استغلال المنصب كما تم استغلاله في الدورات السابقة أو في حتى مجال انتخابات المجالس المحلية. السقطات السياسية الداخلية، حتى ألتزم بموضوع الحلقة دكتور مناف، السقطات السياسية الداخلية يمكن تكحلها مخرجات إيجابية جيدة لزيارة محمد الشياع السوداني لأمريكا. شوف التعاقدات الجديدة اللي وقعتها الشركات الأمريكية برعاية دولة رئيس الوزراء حاليا، شركة جي إي الأمريكية مع رجل أعمال السيد سعدي وهيب، شركة هانيول أيضا، شركة بيكر هيوز، هواية شركات، ثمان تسع شركات موجودة. يعني هذني أيضا ورقية، يعني هذه رشا، انا اعتقد هذه رشا لحكومه منتهيه الصلاحيه. يعني هذه الرشا ايضا لو قدمت لحكومه السيد بايدن قبل سنه يمكن ربما كان العمل افضل، لكن اقول اليوم قبل اجراء الانتخابات اعتقد هذه رشا غير قويه. بالنتيجه اليوم يعني هل توجد لدينا مناخات جاذبه للاستثمارات الامريكيه اللي موجوده؟ طيب ما الاخوان محددين يعني وقايلين. بعدين انت تحدثت في مقدمه البرنامج عن يعني نقطه تحول كبيره في منطقه الشرق الاوسط، وهي عمليه القصف الايراني للكيان الصهيوني. هذا القصف الذي اليوم من المحتمل ان يكون هنالك عمليه رد، وبالتالي قد تكون يعني اندلاع حرب، وهنا يعني اهميه السودان في اي لحظه من اللحظات، وهنا اهميه الرجل لمسك العصا وما تندلع الامور. احنا عندنا بالداخل العراقي فصائل غاضبه، هذه وظيفه السيد السوداني، ليش ما اوقف وياه بها؟ ما الذي سيفعله السيد السوداني؟ يا اخي قبل يومين صرح رئيس اركان الحشد الشعبي المؤسسه التابعه للقائد العام القوات المسلحه في يوم القدس، وقال نحن ننتظر اوامر القائد السيد الخامنئي في عمليه الرد بالنسبه الى الضربه التي وجهت الى القنصليه الايرانيه. طيب اقول يعني السيد السوداني قادر مثلا على منع مثل هذه التصريحات، او حتى اذا ما تحولت هذه التصريحات الى افعال، ما قدرت السيد السوداني اليوم في منع مثل هذه الاحداث او تجاوزها؟ واضح مثل يعني مثل هيك تصريح اكيد راح يصير ينطلق من بحمايه اي تفضل. نعم، وبالتالي انا اقول في حال اندلعت الحرب، يعني هذه الفصائل هل ستشترك يعني ضمن المحور الإيراني، وما هو موقف الحكومة، موقف القائد العام؟ وبالنتيجة يعني هذه الفصائل
هي ليست معارضة حتى يتخلى عنها السيد السوداني، هذه أجزاء رئيسية من الإطار التنسيقي الذي كان السبب في يعني وجود السيد السوداني على رئاسة الوزراء على القادة عن القوات المسلحة. إذن أكو استعداد، والاستعداد وهذا الإحماء موجود على أراضي عراقية أستاذ مخلد، على أراضي عراقية ممكن نشاهد طبعا بعد التهدئة اللي قام بها قاآني بزيارته السرية بمطار بغداد قبل شهرين تقريبا، الجميع تكلم عنها لكن ما كان أكو شيء رسمي، راح يصير نقلة نوعية ثانية بعد التهدئة اللي سعالها السوداني، قعد ويا الأمريكيين وحكوا، أكو مفاوضات حتى كانت ويا السعوديين لترطيب الأجواء، راح يرجع كل شيء بعد هاي العملية اللي قامت بها إيران بالقصف لقوات الكيان، أكو إحماء بالداخل العراقي برأيك؟ يعني حقيقة يعني نتوقع أنه عند عودة السوداني أكيد أن هنالك مشاكل سوف يعني تحدث وتظهر إلى السطح، وهذا ما سوف يضر بكل الاتفاقات التي ممكن أن يوقعها السيد السوداني في واشنطن، لأن هذه الاستثمارات التي ممكن أن تأتي إلى العراق سواء مع الشركات في مجال الطاقة، الاستثمار، سلاح غيرها، أو مجال الصحة والتعليم، تحتاج إلى أرضية أمنية مستقرة، تحتاج إلى أن يكون هنالك ضامن لهذه الشركات أنهم يعملون بأريحية في هذا البلد في ظل وجود هذه المجموعات التي في بعض الأحيان لا 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 تخضع لإرادة الدولة ولا تخضع لقرار الدولة، أكيد هذا سوف يجعل هذه الشركات تحسب ألف حساب قبل دخولها إلى العراق. السوداني هنا هو يعني الفيصل سيكون في هذا الموضوع، بعد عودته هل سنسمع أصوات يعني تنتقص من السوداني بما طرحه في واشنطن في موضوع الاتفاقية الأمنية الشاملة، في موضوع العلاقات الاستراتيجية، لأننا إذا ما تكلمنا في موضوع العلاقات الثنائية الأمنية المستدامة أو الاقتصادية المستدامة، أي بما معناته بقاء الأمريكان في العراق ولسنوات ولفترات طويلة، يعني هذا الموضوع سيتحول من وجود أمريكي ضمن قوات تحالف إلى علاقات ثنائية. واليوم سمعنا تصريح من المتحدث باسم وزارة الدفاع يقول الوضع الإيراني المقلق للمنطقة يجعلنا لا نغادر المنطقة وخصوصا العراق. فبالتالي هنالك معطيات، هنالك متغير لحظي قد يحدث على الساحة العراقية، على الساحة السورية، على الساحة اللبنانية. وبنفس الوقت أكو ضغوط أيضا على الجانب الإيراني، ممكن تتنشط الأذرع مرة أخرى وترجع المسيرات وترجع، رح أناقش يعني أكثر كل هذه يعني كل شيء كل شيء متوقع، رح أناقش أكثر باستفاضة هاي النقطة يعني كل شيء وارد كل شيء وارد وممكن ما أعطيتني وقتي أعطيك وقتك بس كل شيء وارد مثل ما تقول، وأكو إحماء يمكن لفصائل عراقية مثل ما يقول أستاذ مناف، رح أناقش هذه النقطة بشكل معمق أكثر، بس خليني أخذ هذا الفاصل وأعود لكم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كنت قبل شوية تقول دكتور مخلد، أفهم من كلامك ممكن أكو راح نشوف رد إسرائيلي على أراضي عراقية، يعني سبق وأن شفنا طائرات مسيرة مجهولة تقصف مواقع للحشد الشعبي، إحنا ما عندنا مخاطبات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى نقول لهم هذا قصفكم لو مو قصفكم، عندنا مخاطبات مثلا مع الأمريكان، بوقتها الأمريكان قالوا مو إحنا المسيرات ما تعود إنا، ممكن نشوف هيك شيء مرة أخرى؟ يعني من الناحية الأمنية هنالك مناطق نفوذ، يعني الأرض العراقية هي ليس منطقة نفوذ إسرائيلي، فلا يمكن للطيران الإسرائيلي أن يدخل ويخترق الأجواء ويقوم بعمليات داخل الأراضي العراقية، لأن هذه المنطقة منطقة نفوذ أمريكي. حتى في سوريا إذا ما راقبنا الأمور فنرى أن إسرائيل مناطق نفوذها في مناطق هي داخل الشام ومناطق القريبة من الحدود، لن تخترق الأجواء في مناطق الحسكة أو مناطق الأخرى التي هي دير الزور، وهذه المناطق التي هي تواجد فيها النفوذ الأمريكي. فبالتالي كل المعطيات التي ممكن أن نسمع بها مستقبلا إن حصلت واشتركت الفصائل في
ضرب الكيان أو ضرب المواقع الأمريكية ممكن أن يكون هنالك رد، وخصوصا أن هنالك معلومات تشير إلى أن إيران الكيان الصهيوني قد يرد على إيران بضربة. إذا ما حصل هذا الموضوع واشتركت محور المقاومة ووحدة الساحات اشترك في هذا القرار ويعني ردت على ضربة إسرائيل، يعني هذا أكيد سوف يشعل المنطقة. واضح. لأننا إذا انطلقت صواريخ من الأرض العراقية هذا سوف ينسف كل الاتفاقات التي اتفقها وينسف مخرجات الزيارة يا ونحن بلد وينسف مخرجات الزيارة اللي دا يسعى لها ونحن اللي دا يسعى لها محمد الشيع السوداني. نحن وهذا السؤال الأستاذ حيدر الموسوي. أستاذ حيدر، الكثير من محبي المقاومة والفصائل هم من الإطار التنسيقي، والرجل أيضا من الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني. أنا أريد أعرف شلون راح يقدر يوازنها للأمور لما يرجع، والجماعة متحضرين محتمل لأذرع جديدة. هسه أوكي مو كل الإطار التنسيقي يمكن هو مع الفصائل بالعلن، عفوا بالسر، لكن بالعلن يعني مأيد. لا، مقابلة السيد السوداني مع CNN تحدث عن أبعد من هذا الموضوع، تحدث عن يعني نتائج الصراع في البحر الأحمر، يعني فيما يخص في إشارة إلى ما يحدث من تعطيل أو شلل للحالة الملاحة البحرية ونقل البضائع والاقتصاد وإلى آخر من الأمور. وفي نفس الوقت قال أيضا في هذه المقابلة الانترفيو تحدث من أن باعتبار هو القائد العام للقوات المسلحة سوف يتخذ أقصى يعني القرارات والدرجات بحيث أن لا يسمح بأن تعود تلك العمليات في الداخل العراقي لأنها تؤثر بشكل أو بآخر. مقتنع أنت أستاذ حيدر الموسوي نحكي يعني بصراحة على السياسية بأنه القرار قرار من رئيس مقتنع لسبب بسيط. لسبب بسيط، لأنه أغلبية القوى في داخل الإطار التنسيقي يعني هي لا تريد أن يتهدد الوضع العراقي ووضع حكومة، دعنا نقول ببراغماتية حكومة الإطار. شنو الهدف من هذه التصريحات اللي نقلت فيها قبل شوية مشكلة. دكتور مناف قائد بالحشد الشعبي يقول ننتظر الراية كبيرة، والمؤسسة رسمية ما متأكدين. اي اسمح لي، هذا ما متاكدين من عنده، وقبل تقريبا اكثر من اسبوع او 10 ايام بمناسبه يوم القدس من الاخ يعني قضيه ابو فدك هذا التصريح، انا ما اعرف بالضبط يعني ان كان هذا فعلا تصريح على لسانه وربما اخذته هيك مواقع، لانه انا ما اعتقد انه الحكومه العراقيه عندها مشكله. لاحظ حتى بالعمليات التصعيد الاخيره اذا تتذكر يعني ذيك الفتره اللي صارت، من هم القوى التي ذهبت باتجاه استهداف المصالح الأمريكية في العراق؟ يعني كل أغلبية قوى الإطار التنسيقي يعني هنالك، علينا أن نقسم، بعض القوى لا تمتلك أجنحة مسلحة، هي قوى سياسية وأحزاب كلاسيكية قديمة موجودة بس تبقى العلاقة هجينة مع الولايات المتحدة لما تتعامل بها الإطار التنسيقي. يا أستاذ يعني تعال خلينا نسولف بها من زمن السيد المالكي. لا تعال خلينا نسولف بها، شلون كانت طبيعة العلاقة بعد وراها السيد العلاقة مو معروفة شكل العلاقة. شوف العلاقة العلاقة أنه جيدة، لأن السفيرة الأمريكية بدليل أنه عندما تأتي تزور السيد المالكي وتلتقي أيضا السيد عمار الحكيم، تلتقي السيد العبادي. أنا أتحدث عن فصيلين خارج ما مشتركة بالحكومة ولا موجودة في الإطار التنسيقي، هي التي كانت تستهدف المصالح الأمريكية في العراق ومعروفة وواضحة وعرفوها الجماعة. المشكلة هنا هؤلاء أولا غير مشتركين وغير ممثلين في الحكومة وليس لديهم أي ارتباط بالحكومة. هنا السيد السوداني في تلك الفترة السابقة يعني كان قلق من هذا الموضوع، لذلك حدثت اجتماعات واجتماعات خاصة وعلى مستوى عالي من ضبط إيقاع تلك المجموعات أن لا تذهب باتجاه عملية استخدام الأرض العراقية واستهداف المصالح الأمريكية باعتبارات معينة لأنها تؤثر على شكل العلاقة بين واشنطن وبين بغداد. ونعتقد أن هذه الزيارة تحديدا كانت زيارة موفقة من حيث القصة الاقتصادية، من حيث قضية رفع العقوبات عن عدد من المصارف العراقية، سوف تأتيك الأخبار، وهذا أهم قضية الدولار، حتى قضية زيادة رغم الدولار،
حتى هذه الدولة الوحيدة تعافي والتهريب مستمر. الدولة الوحيدة التي الدولة إذا تسمح لي إذا تسمح لي نعم الدولة الوحيدة التي تأخذ بس اسمح لي الدولة الوحيدة التي تأخذ الدولار كاش هي الدولة العراقية. يعني بالمناسبة يعني خو المملكة العربية السعودية أو الإمارات كلهم من أوبك وتبيع نفطها. لكن العراق يأخذ كاش من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنه لا زالت عند بس واردات النفط يعني بيد الفيدرالية الإمكانات بدائية لازم نثبتها حتى ما ننساها. ما يخالف حتى الدول بس رغم هذا أكو نجاح دكتور تروح فلوسها هناك. إيه دكتور مناف أكو نجاح يقول لك أكو اتفاقات أكو. يعني أنت شو وقت شفت السيد الشيخ قيصر الخزعلي يدفع باتجاه السوداني؟ ايش وقت شفت السيد عمار الحكيم حيدر العبادي السنة الكرد يا اخي الكرد هاي ذاك اليوم تصافوا مع السيد محمد الشيع السوداني؟ اقصد ماكو مثبطات يعني سياسية داخلية واكو تعاون فقط امريكي. تفضل. اذا سمحت لي تغريدة لسيد الحكيم نقلت عنه يعني قال بما معنى انه عملية بناء مجسرات لا يعني نجاح الحكومة. وقلنا هذا المالكي قليل تصريح السيد المالكي. لا 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 السيد عمار أيضا لو تصريح بهذا الاتجاه. وإذا حب يعني إذا رغبت أبعث لك إياه على الواتساب أنا. التصريح موجود عندي يعني مو يعني مو بعيد بالجسم. ثانيا الأستاذ حيدر يشكك بس التحالف المقبل ترى عمار الحكيم والسيد العبادي موجود عندي وأنا الأبدا أستاذ حيدر بين الأبدًا وبين المؤبدًا أكو عندي على الواتساب وأقدر أعرض لك إياه على الشاشة. زين. مثل تصريح أبو فدك الآن اللي شكك فيه هو صوتي لو تغريدة هم عندي صورة وصوت إذا عجبك إذا ما سامعه أنا ممكن أبعث لك. هي عملية الدفاع يا سيد حيدر مو تعني أنه أنكر الحقائق. يعني إذا أكو أشياء مسجلة صورة وصوت هذا مو ما لا ما دفاع بعدين عن شنو النجاح مسألة نسبية أبداً. يعني أنا حيدر. بس إذا سمحت لي وقتك إذا سمحت لي أنا ما قاطعتك. مسألة النجاح مسألة نسبية يعني أنت تنظر من جانب معين بالنتيجة تدعي نجاح. هو نجاح لحد هذه اللحظة لم ينجز. يعني أنت تتوقع وأحترم وجهة النظر هذه بالنسبة لديك سواء كانت دفاعا أو سواء كانت وجهة نظر حقيقية يعني نابعة عن عملية تحليل. بالنتيجة أنا أقول المشكلة واضحة. يعني مثلا السيد حيدر يقول فصيلين. يعني شو الفصيلين ذني ذابيهم بالشط الجماعة الإخوان في الإطار التنسيقي؟ يعني أضرب لك مثل آخر. اليوم الإطار التنسيقي هل مستعد أن يتصادم مع الكتائب ومع النجباء ويقف مع الأمريكان أو يمنع عملية ضربة بالأمريكان؟ هل القائد العام للقوات المسلحة قادر على أن يمنع تصريحات في المؤسسة التابعة لها اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي أو يمنع حتى تنقل قوات أمريكية؟ أنا أتساءل بهذا الشكل. إذا كان السيد القائد العام رئيس الوزراء قادر فأعتبر أن هنالك نجاح كبير وأن هنالك خطوات باتجاه يعني رسم العلاقة المستدامة كما يقول على مع الأخوان الأمريكان. أما إذا كان الحديث هو فقط لقاءات الهدوء الأخير شو تفسر؟ أقنع أي هدوء؟ السوداني أقنع الكثير متفق عليه. طلعوا الأخوان في رمضان إذا سمعت لي سيد العزيز طلعوا الأخوان في قادة الفصائل في رمضان وأرسلوا رسائل صورة وصوتهم موجودة حتى لا تقول عليها في النجباء في كتاب حزب الله قالوا رسالة إلى السيد رئيس الوزراء هدوءنا وهدنتنا كانت لإخراج القوات الأمريكية ذهاب إلى أمريكا. إذا لم يتضمن عملية إخراج القوات الأمريكية فإننا سوف نعود ولا نحتاج إلى قرار ولا نحتاج إلى موافقة أحد. سوف نعود إلى عملية ضرب القوات الأمريكية. هذه تصريحات من قبل قيادات في هذين الفصيلين اللي يقول الأستاذ حيدر هم مو بالحكومة مو بالإطار. وأنا أقول له يعني هم مو بالحكومة مو بالإطار صحيح. اليوم الإطار قادر على إيقافهم لو قادر على منعهم في حال ضربت هذه القوات. مع من سيصطف رئيس الوزراء إذا ردوا الأمريكان؟ مع الأمريكان لو مع هذه الفصائل اللي هي أيضا يبترض فصائل تابعة للحشد الشعبي بوسط هيك حالة. مع من صحيح أستاذ مخلد مع من سيقف رئيس الوزراء؟ يا أخي فصيلين فقط والدولة كلها لمحمد الشيعي السوداني السيد القائد العام للقوات المسلحة. تتوقع تعقلها أنه لا يستطيع فرض الأمن
بكل المؤسسات الموجودة أمام فصيلين فقط. وبالمناسبة العصائب كتائب ما أعرف إذا كتاب له، بس حزب الله حاليا كلهم مع رئيس الوزراء. قيس الخزعلي أيضا فصيل ومقاوم مع رئيس الوزراء، ما يقدر يضبط الإيقاع؟ معقولة؟ أستاذ مخلد تسمعني لولا؟ سؤال لي؟ أي الجنابك؟ سؤال لي؟ أي الجنابك؟ تفضل. يعني حقيقة نحن نتكلم عن حكومة تتشكل من خلال كتل سياسية، وهذه الكتل السياسية لديها يعني أجنحة مسلحة، فبالتالي يعني ما حصل للكاظمي كان هو خير دليل أنه غير قادر. فبالتالي أكيد يعني السيد السوداني هو لديه الرغبة بأن يكون العراق بلد يعني خالي من هذه المظاهر، وأن يحكمه سيادة القانون، وأن جهات إنفاذ القانون هي الوحيدة التي تعمل. لكن في كثير من الأحيان هو يعجز، يعني وظهر لدينا الكثير من الأمثلة في الفترة السابقة عندما تم استهداف المصالح الأمريكية، هو يظهر ويقول هؤلاء أصدقاء وهؤلاء موجودين ضمن اتفاق، والجانب الفصائلي يقول نحن يعني هؤلاء محتلين. فبالتالي يعني هذا الموضوع هو المربك حقيقة في العراق، هو أحد أهم الأسباب لعدم استقرار البلد وعدم انفتاح البلد مع سياسات الدول الخارجية. ولا زلنا منذ 20 عام نحن نراوح في نفس المكان، لن نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام، لأننا بلد يعني لا يحكم من جهة واحدة. واضح. نعم هنالك رئيس وزراء، هنالك سيادة، هنالك اتفاقيات، هنالك رؤية، لكن نحن دائما ما نتكلم، نتكلم علينا أن نفكر. واضح. أن العراق وهذا سبب تأثير القرار السياسي على القرار الأمني. وقلت لك قبل شوية هي العراق العلاقة على ما يبدو هجينة حتى أمنيا، لما نروح نعرف ويا أمريكا شو نريد من عندهم، شو يريدون من عندنا. كان بودي الكثير مع الوقت وعدي كثير من الفقرات، لكن للأسف اداركنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مخلد حازم الخبير الأمني والعسكري. الشكر موصول إلى دكتور مناف الموسوي رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، والشكر أيضا إلى الباحث في الشأن السياسي أستاذ حيدر الموسوي. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل.